واش عرفتو حنا الشباب شكون اللي خرج عنا في حياتنا؟ والله الذي لا رب سواه الى هذا المشقوف هذا. وإلا سولتكم هذوك الشابات ودوك الشباب اللي كتلقاهم صاحبين بيناتهم هدانا الله وهداهم، باش كيتكونيكتو مع بعضياتهم بهذا؟ وباش كتصيفط ليه تصورها وحتى هو كيصيفط لها تصور بهذا؟ وملي كتشوفهم نتايا خارجين وشاد لها في يديها ولا جالسين في شي قهوه ولا جالسين في شي جريده، باش زكاو هذا الموعد هذا بهذا؟ وداك الشاب اللي كتلقاه مهووس بالموسيقى وتيقول لك اودينا راه ما يمكنش نقطعها، داخل بالموسيقى خارج بالموسيقى، مسخر الحانوت بالموسيقى، غادي للمدرسه بالموسيقى، وناعس بالليل وتعالق الموسيقى، شكون اللي مسهل ليه هذه العمليه هذه وفهمتي لي شارجيها؟ فهذا وداك الشاب اللي كتلقاه مبلي بالافلام الاباحيه فين كيتفرج فيهم؟ فهذا وداك الشاب اللي كان ديما كيجي في المراتب الاولى في الابتدائي وما ينظرهم متفائلين به وكيقولوا ليك ولدنا غادي يكون طبيب، والنهار فاش فكروا انهم يشريوا ليه هذا ولدهم تبلا ليهم بالالعاب الفري فاير بابجي ما عرفت كاعش داكشي، وكل نهار وملي كيفيق وهو في بيته 6 سوايع 7 سوايع كتمشي ليه غير في الالعاب وبوحدو كتسمعو كيقول عندك راه جاي ليك من اللور زيد ليا الدم راه ولي هاد السلاح هذا بحال شي هبيل. وملي داز العام ولدهم اللي كان مجتهد عاود العام، والسبب علاش؟ ها هو. وشحال من شاب مسكين وملي كيفيق وقبل ما يغسل وجهه كيمشي كيهز البورطابل وكيبقى النهار كامل وهو مسركل في دوك البرامج، خرجتي من الواتساب دخل الفيسبوك، خرجتي من الفيسبوك دخل الانستغرام، خرجتي من الانستغرام دخل التيك توك، خرجتي من التيك توك دخل اليوتيوب، وكيبقى بحال هكا حتى كضربو الغفله كيلقى 7 سوايع في النهار مشات ليه في والو وما استفد منها والو، وكتلقاه وصافي وتبلا وتربط وما يمكنش مازال تفكو من داك البورطابل. كيفيق اول حاجه كيدير كيشوف البورطابل، قبل ما ينعس اخر حاجه كيشوف فيها البورطابل، وفي الخدمه كيجبد بورطابل كيطلع عليه، واحيانا هو في المسجد وكتلقاه كيتسنى الامام وما فيش اللي يتسناه وكيجبد بورطابل وكيبقى يطل ويشوف الانستغرام ويشوف. الله المستعان، هذا المشقوف هذا ما عرفناش نخدمو به، ما عرفناش نستغلو ونستافدو منه في الحوايج اللي غادي تنفعنا، وراس مالنا اللي هو الوقت ضيعناه معاه وبلا حتى شي فائده. ودابا بغيتك غير تخيل معايا كون كنا كنجلسوا مع القران كما كنجلسوا مع هذا المشقوف هذا، كنجلسوا مع كلام الله عز وجل وكنقراوه وكنفهموه وكنتدبروا المعاني اللي فيه وكنعيشوا معاها وكنتذوقوها، كيفاش غادي نوليو وكيفاش غادي تولي حياتنا؟ اودي الا كان خالد بن الوليد كيهز القران وكيقول شغلنا عنك الجهاد، فرحنا غادي نقولوا شغلنا عنك الجهاز. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الأخير أسأل الله عز وجل أن يجعل البركة في أوقاتنا، وجمع راسك راه وقتك هي راس مالك، ما تخليهاش تضيع لك في الخوى الخاوي. والسلام عليكم ورحمة الله.